وفاته أم اغتيال الرئيس الإيراني؟ حادثة تحطم المروحية الإيرانية وعلى متنها قادة من الصف الأول أثارت تكهنات وتساؤلات واسعة النطاق. يصعب التحقق ربما من مدى صحة الرواية الإيرانية بكون الطقس السيء كان السبب، ولكن يمكننا أن نستعرض سيناريوهات محتملة لما يمكن أن يكون قد حدث وفقاً لخبراء. السيناريو الأول يفترض أن تكون إسرائيل الجاني المحتمل كرسالة منها على أنها قادرة حقاً على القيام بكل ما ترغب فعله داخل إيران. ورغم النفي الإسرائيلي للتورط، إلا أن ذلك لا يبعدها عن دائرة الشك نظراً لسوابقها في اغتيال مسؤولين إيرانيين. السيناريو الثاني يذهب إلى أنها قد تكون عملية تصفية داخلية، حيث أنه على الرغم من أن إيران تخضع لنظام رقابة مشدد، لكن ذلك لا ينفي وجود منافسة سياسية بين الأجنحة الداخلية المتعددة، وأن رئيسي كان مرشحاً قوياً لخلافة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. إذا سلمنا بالرواية الرسمية، فإننا نكون أمام السيناريو الذي لا يتعدى كونه حادثة بسبب الطقس كما قال طهران، أو استخدام الطائرات القديمة التي تعرقل صيانتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. ويمكن تعزيز هذا السيناريو بالاستناد إلى التقارير التي تصنف إيران كواحدة من أخطر الأماكن في العالم للقيادة أو الطيران، ولديها أكبر عدد وفيات ناجمة عن حوادث الطرق والطيران. ماذا عنكم؟ ما هو السيناريو الذي تجدونه الأقرب لما يمكن أن يكون قد حدث؟